اذكري خط تراه على الخارطة. القطار خطوطه. اذكر شيء اسمه من لونه. اسمه من لونه برتقال. سمي شيء يجب أن يكون معك في المطار. الجنطة ملح. اذكر شيء قد يرتبط باللون الأزرق. سماء. اذكر اسم لعبة رياضية تلعب على البساط. تلعب على البساط. اذكر اسم لعبة رياضية. طبعا ليش اجلس يعني انا بدي اسالك وتاخذين من وقتك تعيدين السؤال ويا نفسك. تلعب على البساط هذا وقت قلت لك دائما جاوبي بدقه وسرعه. خلينا نشوف النقاط اللي حصلت فيها. تعال. السؤال الاول كان اخت سوزان هو اذكر خط تراه على الخارطه. قلتي خطوط القطار يعني خطوط القطار. القطار طلع عندنا القطار. انت قلتي القطار. خمس نقاط. السؤال الثاني اذكر شيء اسمه من لونه. ايش قلتي؟ برتقال. البرتقال. والبرتقال جابت لك 30 نقطة صح. برتقال وهو برتقالي. ثلاثة سمي شيء يجب أن يكون معك في المطار. ايش قلتي؟ حقيبة. حقيبة. والشنطة جابت 25 نقطة. برافو. السؤال الرابع كان اذكر شيء قد يرتبط باللون الأزرق. ايش قلتي؟ السماء. السماء. والسماء نعم يرتبط باللون الأزرق. 28 نقطة. السؤال الخامس اذكر اسم لعبة رياضية تلعب على البساط. لم تجيبي فكانت صفر لأنه حتى الوقت انتهى. 88 نقطة لا بأس بيها لربما يقدر يجيب حسام 112 نقطة. إن شاء الله يعني. إذا جاب 112 راح تفوزون إن شاء الله بالجائزة. تفضل. إذا أعزائي المشاهدين خلي نشوف الأخ حسام هل يقدر يجيب 112 نقطة. خلي نشوف. اذكر خط تراه على الخارطة. خط الحدود. اذكر شيء اسمه من لونه. البرتقال. عيد. الليمون. سمي شيء يجب أن يكون معك في المطار. الجنطة. عيد. التليفون. اذكر شيء قد يرتبط باللون الأزرق. السماء. عيد. الأزرق. باص. اذكر اسم لعبة رياضية تلعب على البساط. مع الأسف كانت إجاباتك يطلب منها الإعادة ويأخذ وقت. والسؤال الخامس لم نستطع الإجابة عليه.